اي حد يا جماعة عنده جفاف في الحنجرة او جفاف مثلا في اللسان، يعني الجفاف بيكون هنا. السبب لما انت مثلا اللي بيعمل رياضة المشي او اي رياضة كان في النادي في الجيم ولا هنا مثلا على البحر مثلا في الشارع او في حديقة، مهم جدا يا حبايب ان احنا نبقى معانا مية، مهم جدا ان احنا نكون معانا مية زي كده. ليه؟ طول ما انت ماشي هتحس بجفاف. يعني انا في عزوز بكون عندي جفاف، لو ما شربتش مية مش هقدر اكمل مشي، لازم اشرب مية كل دقيقة او مثلا او كل دقيقتين تشرب مية. ليه؟ عشان تقدر تستوعب المشي. اي حد عنده جفاف في الحنجرة نشرب مية. وفي نهاية الفيديو اشتركوا واعملوا لايكات واعملوا نشر القناة، بس اشتركوا في احترام. طول ما انت ماشي بتعمل رياضة المشي او كمال اقدام كل مثلا دقيقة او دقيقتين بق مية. ليه؟ عشان نقدر نستوعب الرياضة او نكمل بقية التمرين، تكرر رياضة المشي او ايا كان من الرياضة. واللي عنده جفاف لازم نشرب مية، طبيعي نشرب مية عشان المية بتفرد لنا السموم واللي من جسمه وبتحرق الدهون. في نهاية الفيديو عايز الكل يشترك ويعمل لايكات واللي نام عندي في القناة يتفاعل، وشكرا لكم.